طيب احنا المره اللي فاتت شو حكينا؟ حكينا درس اقتران القيمه المطلقه بده يعتمد على شغلات، بدنا نركز على شغلات. ايش هي؟ المره اللي فاتت اخذنا ايش؟ اعاده التعريف. المره هاي راح ابلش بشغله حل المعادله او جد مجموعه حل المعادله. ايش يعني معادله؟ يعني طرف يساوي طرف. طرف يساوي طرف. حكيناها قبل هيك حل المعادلات. غير الخطيه في متغير واحد. فاكرين درس حل المعادلات غير الخطيه في متغير واحد؟ المعادله طرف يساوي طرف، والمتباينه بيكون فيها اكبر واصغر. طيب احنا الان وصلنا عند نقطه حل المعادله او جد مجموعه حل المعادله. الشغله هي سهله جدا، معادلات المطلق انتبه عليها كيف طريقتها. لو اخذنا سؤال، السؤال رقم واحد مطلق س ناقص واحد يساوي خمسة. من خصائص المطلق اذا عندك مطلق اقتران، هون عندك هون اقتران مثلا، نفترض مثلا عندي مطلق س يساوي الف، والف ثابت، والف ايش؟ ثابت. معناته ما داخل المطلق مرة يساوي هذا الثابت، مرة ثانية ما داخل المطلق يساوي سالب هذا الثابت. لو عندك اقتران جواته مطلق يساوي ثابت، كيف يعني؟ لو عندي مثلا مطلق نفترض س يساوي الف، ايش معناها هاي؟ س تساوي الف وس تساوي سالب الف. كيف بدي اطبق هذا الكلام هون؟ عندي مطلق س ناقص واحد يساوي خمسة، هذه معناها س ناقص واحد تساوي خمسة. يعني س ناقص واحد هي نفسها اصلها كم؟ خمسة. او س ناقص واحد سالب خمسة. مظبوط هذا الحكي ولا لا؟ حسب المطلق. بحكي لك هون مطلق فاضي بيساوي خمسة. ايش العدد اللي جوا؟ يا اما خمسة يا اما سالب خمسة وصار خمسة، صح ولا لا؟ فهو معطيك اللي جوا ايش؟ س ناقص واحد. معناته س ناقص واحد هاي اصلها اما هي خمسة واما س ناقص واحد هاي ايش؟ سالب خمسة. اذا احنا طريقة الحل اللي بدنا نعتمد عليها مطلق س ناقص واحد يساوي خمسة، اما س ناقص واحد يساوي خمسة او س ناقص واحد يساوي سالب خمسة. هاي معادلة خطية، زائد واحد تطلع س تساوي ستة، هون زائد واحد س تساوي سالب أربعة. إذا مجموعة الحل إيش هي؟ ستة وإيش؟ سالب أربعة. بس حاضر يا جماعة؟ بس خلص ماشي يا جماعة. سهلة. هاي رقم واحد عيدها. بعيد رقم اثنين. رقم اثنين بعطيك رقم اثنين مطلق ثلاثة س ناقص واحد يساوي أربعة. بقول لك جد مجموعة الحل. كيف أطلع مجموعة الحل؟ باخذ اللي جوا المطلق ثلاثة س ناقص واحد يساوي أربعة، أو ثلاثة س ناقص واحد يساوي سالب أربعة. مرة موجب مرة سالب. طبعا هون زائد واحد ثلاثة س تساوي خمس على ثلاث س تساوي خمس على ثلاث. طب هون زائد واحد ثلاثة س تساوي سالب ثلاث على ثلاث طلع س تساوي سالب واحد. إذا مجموعة الحل ايش هي؟ خمسة على ثلاث وايش؟ سالب واحد. هاي مجموعة الحل. تمام؟
في مشكلة لحد الآن؟ لا لا فيش مشكلة لحد الآن. حلو، إذا نقطة واحد جديد. نيجي لرقم أو 3 سنين و 4 سنين و 5 سنين. طيب رقم 3 سهلة 3 ها؟ بنحلها على السريع ما في مشكلة. هاي رقم 3 ايش هي رقم 3؟ 2 سين زائد 1 زائد 1 يساوي 5. 2 سين زائد 1 يساوي 5. مرة باخذ هاي بالموجب مرة بالسالب، يعني 2 سين زائد 1 تساوي 5 و2 سين زائد 1 تساوي سالب 5. معي يا جماعة؟ طيب هون ناقص 1 ناقص 1 2 سين تساوي 4 على 2 على 2 سين تساوي 2. هون ناقص 1 ناقص 1 2 سين تساوي سالب 6، تطلع سين تساوي سالب 3. إذا مجموعة الحل 2 وسالب 3 اللي هي ايش؟ 2 وسالب 3 أو سالب 3 و2. طبعا هاي مجموعة مش فترة، هاي مجموعة مش فترة، يعني مجموعة الحل فقط الاثنين والسالب 3 اللي بينهم لا، يعني واحد يكتب زي هيك مجموعة الحل 2 وسالب 3 غلط، أو سالب 3 و2 اكتبها زي هيك غلط، اكتبها زي هيك ايش؟ غلط، مش فترة، مجموعة الحل مجموعة نقطتين فقط. عادي ممكن تطلع 3 و4 زي هيك. طيب نيجي ل هذا رقم 3، نيجي رقم 4. رقم 4 بحكي لك 4 ناقص 2 سين 4 ناقص 2 سين يساوي 0. طيب مرة بالموجب مرة بالسالب، بس هذا ايش؟ صفر. هذا صفر، الصفر زي ما هو، مش موجب صفر وسالب صفر، فيش عندنا موجب صفر وسالب صفر. طب هو الصفر موجب ولا سالب؟ موجب. صفر لا موجب ولا سالب. صفر لا موجب ولا نص موجب ونص سالب. ايوه صفر نص موجب ونص سالب. طيب معناته 4 ناقص 2 سين تساوي صفر بس. طبعا عندك 2 سين تساوي 4. كيف صارت؟ طبعا سالب 2 سين سالب 4 سالب 4 سالب 2 سين على سالب 2 قسم على سالب 2 على سالب 2 تطلع سين تساوي 2. اذا مجموعة الحل بس بس فقط ايش؟ 2. ماشي هيك سهلة؟ طيب واحد يقول لي استاذ انا بعرف طريقة ثانية. هاي سهلة حلوة هاي، بس في الطريقة الثانية الطريقة العامة الآن اللي هي بتحل كل المسائل. يعني هاي الطريقة بتصلح للمسائل هاي. في مسائل عندي لما نوصل لها الطريقة هاي لا تصلح. الطريقة هاي ما بتنفع. ما بتنفع. زي ايش؟ بداية من 10 11 12 14 15 ايش الطريقة الثانية؟ خليك معي هسا احنا ماشيين بالترتيب. ايش الطريقة الثانية؟ خلي لي رقم 1 هاي زي ما هي وركز معي. ممكن تستخدم الطريقة الثانية في كل المسائل طبعا، مع حتى المسائل هاي، بس هاي حلوة سهلة الطريقة هاي سهلة. وغالبا غالبا قدام ان شاء الله، يعني قدام في التوجيهي اللي بيوصل للتوجيه ان شاء الله، هذا بس الموجود، هذا بس الموجود، هذا ايه؟ الموجود، يعني أكثر من هيك ما في. خلينا ناخذ الطريقة الثانية، ايش الطريقة الثانية اللي أنت بتحكي عنها هاي؟ ما بحكيش عنها، هي موجودة الطريقة. ايش الطريقة الثانية؟ مش احنا أخذنا عادة التعريف يا جماعة؟ احنا أخذنا عادة التعريف ولا لا؟ أخذنا عادة التعريف، سهل جدا ولا صعب؟ اللي هو تبع الحصة اللي فاتت، خلي هذا سؤال واحد محلول، خلي سؤال واحد ايش؟ محلول. والطريقة الثانية هاي مفيدة، راح تستفيد من شغلة معينة فيها، فيها جزئية هيك مفيدة جدا. مفيدة جدا جدا. ايش الطريقة الثانية يا أستاذ؟ هاي رقم 1، أنا عندي مطلق س ناقص 1 ايش يساوي يا جماعة؟ 5 يساوي 5. بعمل هذا إعادة تعريف. بعمل هذا ايش؟
بعمل هذا ايش؟ اعاد التعريف. طبعا اعاد التعريف كيف يعني؟ زايد؟ الله يسهل عليك. اللي غير حصه يا جماعه مشيش اللي بعدها بيقول لي كيف يعني؟ ماشي؟ غير اللي بعدين. سي ناقص واحد بتساوي صفر. سي ناقص واحد ايش تساوي؟ صفر. تطلع سين؟ تساوي واحد. تساوي واحد. حط الاعداد. هون الواحد اشاره هون نفس اشاره سين موجب. اشاره هون ايش؟ سالب. بيطلعوا فقرتين سين اكبر اصغر اكبر اول واحده زي ما بدكم. سين اكبر من الواحد. سين اصغر من ايش؟ من الواحد. عند الاكبر الواحد موجب اللي هي سين ناقص واحد، وعند الاصغر من الواحد سالب. سالب سالب سين ناقص واحد. هي اعاده التعريف. مساواة هون او هون. هي مساواة تمام؟ هي اعاده التعريف صح ولا لا؟ طيب الان هو معطيك الاقتران ايش يساوي؟ خمسة. سهل، تاخذ الفرع الاول تعوض خمسة. ها بتساوي بخمسة. سين ناقص واحد بتساوي بايش؟ خمسة. هون موجب واحد موجب واحد يطلع سين تساوي ستة. نفس الحال بس انتبه معي لان الجزئية اللي حكيت لك ان هي مهمة. الجزئية اللي ايش؟ حكيت لك ان هي مهمة. الجواب هون طلع كم؟ ستة. هل الستة هل الستة تنتمي للفترة هاي اللي هي سين أكبر من واحد؟ آه. إذا هذا الحل ممتاز. الآن بأخذ مين؟ الفرع الثاني. بأخذ مين؟ الفرع الثاني اللي هو إيش؟ سالب. سالب سين ناقص واحد. يساوي خمسة. يساوي برضو خمسة. طبعا السالب هاي بقدر أشيل أوراق. صرت سين ناقص واحد يساوي سالب خمسة. ماشي؟ كأني قسمت على سالب واحد، كأني قسمنا على سالب واحد، هسه موجب واحد موجب واحد. اطلع عندي سين تساوي سالب خمسة زائد واحد سالب أربعة. هل السالب أربعة تنتمي للفترة اللي احنا بنحل عليها اللي هي سين أصغر من واحد؟ إذا مجموعة الحل تساوي اللي هو مين؟ الستة والسالب. ماشي يا جماعة؟ طيب ماشي. الطريقة هاي يبقى هون الطريقة هاي عملنا إعادة تعريف. هاي إعادة تعريف عملنا المرة اللي فاتت. أخذت الفرع الأول س ناقص واحد سويته بخمسة. س ناقص واحد تساوي خمسة. س ناقص واحد تساوي خمسة. طلعت س تساوي ايش؟ ست. بدك تتأكد. ايش اتأكد من ايش؟ انه الستة اللي طلعت هاي ضمن الفترة اللي احنا شغالين عليها؟ ضمن الفترة اللي احنا شغالين عليها. طيب. بعدين بتاخذ الفرع الثاني اللي هو سالب س ناقص واحد وتساوي خمسة. السالب هاي وديناها طلعت س تساوي ايش؟ سالب أربعة. بدك تتأكد من ايش؟ هل السالب أربعة ضمن الفترة اللي احنا شغالين عليها؟ اذا سالب اربعة ضمن ايش؟ ضمن مجموعة الحل. مفهوم الطريقة هاي؟ على بعمر تفضل. ايه؟ وين فيش غياب اكيد؟ على مفهوم الطريقة هاي يا جماعة؟ فيها مشكلة؟ طيب خليني الان اروح هاي رقم أربعة واحد واثنين وخلينا على الطريقتين هذول وحكينا الطريقة هاي هي المفروض اللي بنحل فيها كل المسائل. الطريقة هاي هي اللي بنحل فيها كل المسائل. بس أنا حكيت لك الشكل البسيط ها تحلو إيش على الطريقة البسيطة هذه. نيجي لرقم خمسة. رقم إيش؟ خمسة. رقم خمسة ايش مكتوب عندك في رقم خمسة؟ مطلق ستة سين زائد واحد يساوي سالب ثلاثة. من خصائص المطلق ان المطلق ما بيطلع جوابه ايش؟ سالب. في مطلق بيطلع جوابه سالب؟
في مطلق بيطلع جواب سالب؟ لا. ما في مطلق جواب بيطلع سالب. شو معناته؟ مجموعة الحل فاي. الحل فاي أو أكتب هيك مجموعة خالية. إذا هاي مطلق بيساوي سالب، ما في مطلق بيساوي سالب، ما في مطلق جواب بيطلع سالب، ما في مطلق جوابه بيطلع سالب. إذا مجموعة الحل إيش؟ فاي. ماشي؟ طيب مش واحد يحكي لي استاذ ما انت كنت من شويه تكتب مطلق بتساوي سالب. لا هي لما تطلع هذيك كنت بشيل المطلق وبعدين بسوي بسالب، مش المطلق نفسه يساوي سالب. ماشي؟ طيب هاي رقم 5. رقم 6 كمان نفسه. استنى شوي طول بالك شو نفسه؟ اذا ما انتم بتحلوا انتم غامضين. طيب صل على النبي، صل على النبي. عندنا هيك مخك صحصح هيك تصلى على النبي مخك بيفتح ايوه الشيطان بيحل على مخك وبتصير وضعك كويس. 2 ناقص مطلق 2 س زائد 6 تساوي سالب 4. ايه هذا في شغلات لسه غير المطلق، في هون 2 وفي ناقص وفي ايش؟ سالب 4. اولا خلينا هيك نهندسها ونظبطها ونرتبها. اولا الاثنين سالب 2 سالب 2. خلصنا من 2 ناقص 2، شو ضل عندك؟ سالب مطلق 2 س زائد 6 يساوي سالب 4 سالب 2 سالب 6. دير بالك، اوعى واحد يقول لي نوزع السالب يا استاذ. ما بنوزعش السالب. ها؟ ما بنوزع السالب، شو بعمل؟ بنقسم على السالب. بشيل سالب مع ايش؟ مع سالب او بنقسم على سالب واحد على سالب واحد. فبتروح السالب مع سالب واحد ضل عندك مطلق 2 س زائد 6 يساوي 6. هاي تحول لموجب. تحول ايش؟ لموجب. مطلق يساوي 6 شو نعمل فيها هاي؟ معناته 2 س زائد 6 يساوي 6 و 2 س زائد 6 يساوي سالب سالب 6. هون سالب 6 سالب 6 2 س تساوي صفر معناته س تساوي صفر. ما شاء الله عنك ممتاز رائع. شو اللي حكيت؟ انا حكيت ان انا بطلع عليك هو انت شو اللي حكيت؟ سالب 6 سالب 6 صار عندك 2 س سالب 12 ع 2 ع 2 س تساوي سالب 6. اذا مجموعة الحل صفر وسالب 6 هاي 6 فيها مشكلة؟ لا. 7 7 ايش رقم 7؟ سالب 3 90 ناقص 5 يساوي سالب 15. سالب 3 مطلق س ناقص 5 يساوي سالب 15. طيب طبعا هون سالب 3 نقسم على سالب 3 على سالب 3 راحت ضل عندك مطلق س ناقص 5 يساوي 5. هاي هيك نوع ممتاز. نرجع ناخذ س ناقص 5 يساوي 5 س ناقص 5 يساوي سالب 5. هون بتطلع س تساوي 10 وهون س بتطلع صفر. إذا مجموعة الحل صفر 10 صفر و10 حتى لو حطيت 10 صفر عادي صفر عادي ماشي عادي. رقم كام؟ يبقى حلينا 1 2 3 4 5 6 7 مش انا حكيت لكم هدول بسرعة بتحلوا بسرعة. طيب نيجي لنوع ثاني. نوع ثاني لا 8 نوع ثاني اللي هو رقم ايش؟ رقم 8. نوع ثاني اللي هو رقم 8 رقم 8 رقم 8 لما نشوف مطلق يساوي مطلق مطلق تساوي مطلق هاي 8 مطلق
ثلاثة سين زائد واحد يساوي مطلق سين زائد أربعة. هذا ممكن تحله بطريقتين، ممكن تحله إيش؟ بطريقتين. الطريقة الأولى كل مطلق تشيل المطلقات والمطلقات تشيلهم، تشيل المطلقات والمطلقات وشو تعمل؟ تأخذ ثلاثة سين زائد واحد تساوي موجب أو سالب سين زائد أربعة. إذا شو عملت أنا؟ مطلق يساوي مطلق، شفت مطلق يساوي مطلق، بتشيل المطلقات والمطلقات بس بتحط إيش؟ موجب وسالب. مفهومة؟ ها؟ مفهومة؟ الآن مرة بأخذ الموجب يعني ثلاثة سين زائد واحد تساوي سين زائد أربعة، أو ثلاثة سين زائد واحد تساوي سالب سين زائد أربعة، هاي السالب أربعة. طيب بالنسبة لهون ثلاثة سين زائد واحد تساوي سين زائد أربعة، شو بعمل؟ جمع عدد المنشأة. السين هاي السين تروح عند السين تصير سالب سالب سين، ولا موجب واحد يروح لعند الأربعة تصير سالب سالب واحد. جمعت السينات هون والأعداد وين؟ جهة ثانية. جمعت السينات في جهة والأعداد في جهة. ثلاثة سين ناقص سين 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 يساوي ثلاثة على اثنين على اثنين يساوي ثلاثة على اثنين. ممتاز، سين يساوي ثلاثة على اثنين، هاي أول واحد. الثانية أوزع أولا إيش؟ سالب، يعني صار عندك ثلاثة ثلاثة سين زائد واحد تساوي سالب سين سالب أربعة. برضو بجمع السينات بجهة والأعداد بجهة، سالب سين تصير زائد سين وموجب واحد سالب واحد، ثلاثة سين زائد سين أربعة سين يساوي سالب خمسة، تطلع سين سالب خمسة على أربعة. هاي طلعت السينات. إذا مجموعة الحل ثلاثة على اثنين سالب خمسة على أربعة وسالب خمسة على أربعة. هاي الطريقة الأولى، هاي الطريقة إيش؟ أولى سهلة سهلة. هاي سهلة الطريقة، فيها مشكلة؟ لا. طريقة ثانية أساس يعني من باب من باب إيش؟ معرفة، من باب المعرفة. شوفوا يا جماعة، من باب المعرفة والمعلومات برضو تاخذ معلومة إنه مطلق ثلاثة سين زائد واحد يساوي مطلق سين زائد أربعة. بربع الطرفين، إيش بعمل؟ بربع الطرفين، بربع الطرفين، شو بعمل؟ بربع الطرفين. لما تربع الطرفين تربيع، إيش؟ تربيع. خلاص؟ من خصائص المطلق، من خصائص المطلق ان التربيع بيلغي المطلق. يعني زي الجذر. التربيع بيلغي المطلق؟ لا، مش زي الجذر. والتربيع بيلغي الجذر؟ التربيع بيروح مع الجذر. ما بيلغي. التربيع بيلغي السالب، زي السالب، زي ايش؟ السالب. يعني يكون عندك ايه؟ سالب ثلاث تربيع. التربيع شو بيعمل؟ بيلغي السالب. بيلغي السالب، هذا روح التربيع. ما بيروح ما بيروح التربيع، فالتربيع بيلغي المطلق بس ما بيروح. ماشي يا جماعة؟ التربيع شو بيعمل؟ بيلغي المطلق بس بيلغي المطلق بس ما بيروح. ماشي؟ ما بيروح. يبقى بنربع الطرفين، بنربع الطرفين، ربعت الطرفين بصير عندك ثلاثة سين زائد واحد تربيع راح المطلق يساوي سين زائد أربعة إيش؟ تربيع. تعرف تفك التربيع؟ كيف بنفك التربيع؟ ثلاثة سين تربيع بربع الأول بصير تسعة سين تربيع، بربع الثاني واحد، بعدين بضرب الأول بالثاني باثنين، الأول بالثاني باثنين. حكينا فك التربيع هذا قبل؟ طيب ثلاثة سين بواحد ثلاثة سين باثنين ستة سين يساوي
فك التربيع ربع الاول سين تربيع ربع الثاني 16 اضرب الاول بالثاني 2 8 8 سين جمعهم ايش بعمل جمعهم 10 عندك هون سين تربيع بتصير سالب سين تربيع عندك 8 سين بتصير سالب 8 سين وعندك زائد 16 سالب 16 جمع 9 سين تربيع ناقص سين تربيع 8 سين تربيع 6 ناقص 8 ناقص 2 سين 1 ناقص 16 سالب 15 تساوي ايش؟ تساوي صفر ايش هاي يا جماعة؟ عبارة تربيعية عبارة وفي مع السين تربيع ماله؟ معاك نجرب نجرب احنا نجرب ايش عم تميز؟ جرب يعني 8 سين تربيع كم بكم؟ 4 4 ب 2 4 سين ب 2 سين ماشي ال 15 15 3 ب 2 كم؟ 3 ب 5 ب 5 3 ب 5 ماشي مثلا 5 ب 3 كيف اعرف انها زبطت ولا ما زبطت؟ تضرب هاد مع هاد هاد مع هاد 5 ب 2 10 4 ب 3 12 العشرة وال 12 ممكن يطلعوا اثنين؟ اه من بعض كيف؟ عرفتهم من بعض الإشارة هون ايش؟ سالب الكبير هو اللي لازم يكون سالب ال 12 هي بدي اياها سالب وين هي ال 12؟ 4 ب 3 بحط لها ايش؟ سالب 4 ب 3 بحط لها سالب وهذيك ايش؟ وهذيك موجب هيك بتزبط؟ هيك بتزبط؟ ها شوف 5 ب 2 موجب 10 4 سالب 3 سالب 12 10 سالب 12 سالب 2 زي اللي بالنص سالب 2 زي ايش؟ زي اللي بالنص واحنا اخذنا عليه هذا حل قبل هيك طبعا انتم نسيته اذا مش عجبك الطريقه هاي بتستخدم طريقه ايش؟ المميز المميز والحد والقانون العام المميز والقانون العام طيب اذا انا حللت هاي خلاص هاي باخذ القوس الاول طبعا هذا كله يساوي يساوي صفر باخذ القوس الاولاني 4 س زائد 5 يساوي صفر معناته س تساوي سالب 5 على 4 2 س القوس الثاني ناقص 3 يساوي صفر معناته س تساوي ايش؟ 3 على 2 اذا مجموعة الحل سالب 5 على 4 و 3 على 2 طب استاذ بقى سهل حلو مش سهلة ما هي يا استاذ حلو مش لا ما انت ايش خليك عارف كل شيء عشان لو جاك سؤال وانزنقت جاك سؤال وانزنقت فيه تعرف ايش كيف طرق الحل